محمد، انت مستشار قانوني لنادي النصر. هنا انا امام قضية اعتداء جنسي على اطفال داخل نادي النصر، تعاملتم معاها ازاي؟ في البداية بس أستاذ وائل، أنا أحب أقول لحضرتك إن إحنا كهيئة رياضية مش متضامنين مع المتهم، إنما الغاية من برنامج حضرتك أو من التحقيقات اللي بتجرى بمعرفة النيابة العامة هي الوقوف على حقيقة الأمر. هل تم فعلا وقعة التحرش؟ هو مش اغتصاب، هو وقعة تحرش. هل تم وقعة التحرش دي داخل أروقة النادي من عدم ولا لا؟ إحنا نقدر نعرف منين إن ده حصل جوه النادي؟ ده بنقدر نعرفه من محاضر الشرطة اللي تم تحريرها بمعرفة مدام بطة عبد الحميد، ونقدر نعرفه من تحقيقات النيابة العامة اللي قامت بيها بسؤال المجني عليه الطفل ووالدة الطفل وكذلك المتهم. إحنا بكل كيان النادي واقفين ضد فكرة إن طفل يصاب بأي نوع من الأذى داخل أروقة النادي، سواء كان بقى أذى لفظي أو أذى بدني أو أي نوع من الأذى. ويجب تكون ده قضيتكم، أنا مش عارف ليه مش هي دي قضيتنا يا فندم، لكن يعني مش أنا عارف هقول ليه لحضرتك. الدكتورة سحر مش واخدة القضية في هذا الاتجاه. يا جماعة تعالوا أولا نشوف إيه اللي حصل جوه أنا هقول النادي. لحضرتك يا أستاذ وائل، الأمور بسيطة جدا. لما يتهم أحد القضاة بالرشوة مش هنقدر نقول إن وزارة العدل فاسدة، ولما يتهم واحد من معيدين برنامج حضرتك بالفساد مش هنقدر نقول البرنامج كله فاسد. ما فيش قبيله ملائكيه، لكن حوادث من هذا النوع. انا بكلم حضرتك على هيئه وكيان بحجم نادي النصر. لما انا اتهم هيئه وكيان بحجم نادي النصر ده يبقى عبث. القانون نفسه يا فندم قال ان العقوبه شخصيه لا تمتد لغير المجرم. يبقى انا والمسؤوليه الادبيه، يعني لما في وزير ما تورطش في الفساد لكن قطر سكه حديد بيقع، هو الوزير بيستقيل ليه؟ عشان المسؤوليه السياسيه والادبيه. لو حصل عندك اغتصاب جنسي واغتصاب واعتداء جنسي على اطفال، لا، في مسؤوليه ادبيه وفي مسؤوليه تتعلق بانه فين مجلس اداره النادي. امتى يا فندم؟ امتى تتولد المسؤوليه؟ تتولد المسؤوليه لما يكون في تقصير عندنا في النادي. انا بس هتناول مع حضرتك نقاط في دقيقتين، وارجو من حضرتك ومن المدام ان هي ما توافقنيش عشان الناس تقدر توصل لحقيقه الامور. انا لما اطلع كأم بدافع عن ابني، ده حقي، وانا لو مكانها هعمل اكتر من اللي هي بتعمله، لكن برضو الناس خدت الصوره بان نادي النصر ككيان وكهيئه متهم باغتصاب. ما اتكلمتش، الناس دلوقتي كلها ما تعرفش مين المتهم، الناس كلها دلوقتي عارفه ان نادي النصر هو المتهم، وهنا هو ده الخطا. انا عندي متهم، المتهم ده اسند اليه ان هو قام باغتصاب او التحرش الجنسي بطفل او عدد من الاطفال. الاقوال اللي اعتمدتها المدام في محضر الشرطه وفي تحقيقات النيابه وبتقولها قدام حضرتك كلها متناقضه مع بعض. رقم واحد يا استاذ وائل، المدام اللي بتقول لحضرتك ان هي عضويه شرفيه، لو ادت كارنيه لحضرتك ان هي عضويه شرفيه في النادي منذ 3 سنوات، ده يبقى في المقام الاول والوحيد دليل اثبات على وجودها. بص استاذ مشرف، بص استاذ محمد، اصلا انا مش هلعب في حكايه هي لابسه. انا مش بتكلم، لا يا فندم، انا مش بتكلم على ان هي لابسه اسود ولا بني، هي معاها عضويه ولا هي دخلت النادي مع ابنها وبتسيب ابنها في النادي. طيب والدكتوره سحر بتقول انها بتسيب. يا استاذ وائل، حضرتك في ايديك التحقيقات. المدام بتقول ان الفعل تم الاعتداء على ابنها منذ حوالي 5 شهور. ابنها في التحقيقات مكتوب قدام حضرتك في تحقيقات النيابه انه ابتدى يجي نادي النصر من اول شهر 8 فقط لا غير. طب انا عندي اهو يصرح بدخول دكتوره فاطمه عبد الحميد بتوقيع دكتوره سحر عبد الحق. يعني هي مش ماشيه مش ماشيه كده في حد زقها فدخلت، يعني ابنها هي بتدخل مع ابنها. كان نفس القصه وسحبوا التصريح منها. حضرتك كل يوم، مش انت يا استاذ وائل، مش حضرتك قلت احنا هنصدق الطفل؟ مش هو اكتر واحد بيجيب لي حاجه واحده صادق؟ الطفل قال في تحقيقات النيابه ان انا بروح النادي من اول شهر 8. لا انا بروح، والمدام بتقول ان هو بيتم اغتصابه منذ 5 شهور، 3 سنين بنروح النادي، وقالت في المحضر ان تم الاعتداء عليه هو واحد زمايله. انا هقول لحضرتك حاجه بقى يا استاذ وائل،
تم تقديم طلب للسيد وكيل النائب العام محمد بيك شرف بالمحامي بتاع المتهم. انا عايز اقول لحضرتك ان النادي حتى الان لم يتدخل في تلك القضيه باي من محامين النادي او من قانون خاص. ده محامي المتهم تقدم بطلب، والطلب ده معايا صوره منه، تقدم بطلب للسيد وكيل النائب العام يطلب فيه حضور المجني عليه الطفل بصحبه والدته والانتقال لمكان الواقع لمعاينه النادي لاثبات ان ما فيش اماكن مهجوره، واثبات ان هل يتم فعلا التحرش الجنسي في حمامات الرجال ولا لا. السيد وكيل النائب العام كلم المدام في التليفون وطلبها للحضور وما راحتش، وهي قالت قدام حضرتك الكلام ده كان من يوم الخميس فقط لا غير. احنا فاتحين النادي يا فندم على مصراعيه، ده ليه؟ للنيابه العامه وللمدام والابنها والبنتها اللي هي برضه بنتها ليها اصدقاء داخل النادي، ما يمكن حد من اصدقاء بنتها هو اللي قام بالتحرش بالولد. ما هي بتقول ده يتحرش بيه، قالت في محكمة النيابه ان انا لاحظت. خد بالك يا فندم من كلامك، خد بالك يا فندم، ما تدخلش ولادي في الموضوع، انا بتكلم عن ابني، وخد بالك من كلام حضرتك، عيب انك انت تقول هذا الكلام. انا عارفه انا بقول ايه كويس قوي، ما يصحش يا استاذ محمد، ما يصحش يا استاذ محمد، مش لصالح مين الدفاع اللي انت بتدافعه؟ بتدافع لصالح مين؟ انت المفروض تبقى واقف جنبي انا، مش المفروض تبقى واقف جنب مجرم. انا مستغرباكوا جدا. انا ماليش دعوه بالمجرم يا فندم، انا بتكلم على يا فندم. انت المفروض تبقى معايا، انت المفروض تبقى معايا يا استاذ محمد، انت المفروض تبقى معايا، واستاذ صحه تبقى معايا، مش تبقوا ضدي يا فندم. احنا معاكم فرضا وطالبا. ليه يا استاذ محمد؟ ليه يا استاذ محمد؟ ده احنا المسؤوليه التقصيريه مش على النادي يا فندم. ليه يا استاذ محمد كده؟ ليه يا استاذ محمد كده؟ ليه ما تتضامنوش مع ابني؟ ليه؟ ليه يا استاذ محمد؟ انت عندك اولاد الحقيقي للجريمه، انت عندك اولاد يا جماعه. انا مستغرباكم جدا، ان في شخص بعينه، انا مستغرباكم جدا. ما يمكن في شخص تاني هو اللي قام بالكلام ده. ويمكن ما فيش الكلام ده، ما حصلش. ما تخليك يا استاذ محمد، ما تخليك مع كل الاحتمالات، وقول للست الكلام ده. احنا عملنا تحقيق، وقول لها تعالي نحط ايدينا في ايدين بعض. انت ضحيه، انت ضحيه. قلت لها يا فندم، انا قلت لها، انا بس عايز اقول لها كلموني. لا، انتوا بتتعاملوا دلوقتي بمنطق تعالوا نبعد هذه الجريمه عن النادي باي وسيله، حتى لا يصاب النادي بسوء السمعه. خلونا نبعدها. في داهيه الولد بقى، في داهيه سمعه الولد، في داهيه النفسيه بتاعت الولد، في داهيه العلاج بتاع الولد، في داهيه ان الولد يفضل طول عمره يا فندم. انا ضمني الولد لما يكبر هيبقى سوي ولا غير سوي. احنا دخلنا في قصه علاج مزمنه، يعني انا كل دوت ما يهمهمش. الولد يغور في داهيه، الام في 60 داهيه، العيله في 60 داهيه، التشهير اللي انا بقوله ده دلوقتي وانا هنا، هو ده يا استاذ وائل. كتير مش كتير عليا انا وابني، مش كتير عليا وعلى عيلتي يا استاذ محمد. قبلك بالفعل ولا لا؟ نعم. احنا يا فندم الغايه ان احنا عايزين نقف على الحقيقه، مين اللي ارتكب الجريمه وارتكبها فين، عشان نقدر نسد الثغره. بس انتوا داخلين معاها في بتحولوها من ضحيه الى متهمه، من مجني عليها الى جاني، يعني انتوا. ما هي متهمه فعلا يا فندم، ما هي متهمه فعلا بالتقصير، زيها زي النادي. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، زيها زي النادي. يعني انت زيها زي النادي، يبقى اذا كويس اهو انك. طيب ما هي طبعا مسؤولية أدبية تقع على النادي، نفس المسؤولية الأدبية والتقصيرية تقع على الأم. خلاص يبقى كويس جدا، يبقى لكن ما يبقاش كل تركيزك على إنه لا ما تيجوا نبعد المسألة عن النادي. يعني ليه يا فندم احنا مش بنبعد، ليه تكافئ المغتصب يعني؟ بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ وائل، قضية بقى أنت مسؤول وهي مسؤولة، فكويس انك تقول هذا الكلام. يعني بص يا فندم، انا في علم النفس الاجرامي اعراض اللي هي التروما، اللي هي الصدمه النفسيه. انا بس عايز دقيقه بس اوضح حاجه. علم النفس الاجرامي في حاجه اسمها تروما، اللي هو الجرح النفسي او الصدمه النفسيه. ده في اعراض دائمه الحدوث ابان عمليات الاغتصاب والتحرش، خصوصا بالاطفال. رقم واحد، عوده المخاوف وتكرارها مع معايشه الاحداث. الطفل لما بيحصل له عمليه اغتصاب او تحرش بمكان ما بيخاف يروح المكان ده تاني. فاكيد لما الولد ظهرت عليه المخاوف من خمس شهور، لما هي قالت ان هو بقاله 5 شهور حاسه فيه بسلوك مش مظبوط،
فمعنى كده انه بيتم الاعتداء عليه من 5 شهور. لا متوتر الولد، مش سلوك مش مظبوط، ده طفل هيطلع انهي سلوك حاجة على طفل. تاني حاجه يا استاذ وائل، تاني حاجه في حاجه اسمها التحسب لما هو اسوأ. انت يعني مذاكر الطفل اللي تعرض للاغتصاب والتحرش او تعرض للتحرش الجنسي خصوصا، مش الاغتصاب كمان بحد كامل، الطفل ده ما يقدرش يقرب من الشخص اللي قام بالاعتداء عليه او اللي قام بالتحرش بيه. فازاي انا كطفل وازاي كل ده بيحصل متكرر وبصفه متكرره، وازاي انا ام خدت بالي من 5 شهور ان ده بيحصل وانا ما قدرتش اسيطر عليه؟ من 5 شهور ده رقم واحد حضرتك. رقم 2 واللي عايز اقوله مهم جدا، ان التقرير الطبي الصادر من مستشفى جوبلس، خلينا ما نسمعه، دليل اصابه. التقرير الطبي الصادر من مستشفى جوبلس هو دليل اصابه وليس دليل ادانه. انا لغايه دلوقتي ما صدرش تقرير من الطب الشرعي يقول ان العامل ده هو اللي ارتكب جريمه التحرش بالولد. يعني لغايه دلوقتي المتهم في ظل الظروف اللي احنا فيها دي متهم. خلاص يبقى ده دليل اصابه، يبقى وقعت الاعتداء الجنسي حدثت. قولوا لها بقى تعال نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف. يا فندم احنا بنقول احنا قدمنا طلب رسمي، ابنك ضحيه وانت ضحيه. لا انتوا مش انتوا رافعين شعار انه لازم نبعد هذه القضيه عن النادي. استاذ وائل عايز حضرتك حل القضيه دي، لو حضرتك عايز حل القضيه دي المدام تيجي النادي تجيب لنا الثلاث اولاد اللي هي بتقول تم الاعتداء عليهم مع ابنها، واحنا على اتم استعداد نفتح لها باب النادي 24 ساعه لغايه ما تتوصل للاعضاء اللي تم الاعتداء عليهم وهم دول الفيصل. لو الثلاث اولاد دول جم وقالوا ان بالفعل هذا الشخص المتهم قام بالاعتداء عليهم، يبقى هو ده المتهم وانا اتحمل المسؤوليه الادبيه. تعليق اخير اتفضل. حتى هذه اللحظه ما اقدرش اتهم النادي ككيان، انما يا فندم بتشرف في النادي وتقدم طلب رسمي من المحامي المتهم بكده. تتفضل، هي اللي مش عايزه تيجي يا فندم. لو الثلاث اولاد اللي هي بتقول عليهم حضروا مش هيقولوا نفس الكلام. وتم تقديم مذكره للنيابه العامه فيها اسماء الاولاد اللي فريق الجودو بيحملوا اسم احمد محمد ويوسف. لا ما هوش في الجودو ده يوسف، عشان النيابه العامه تقوم برضه باستدعائهم بطريقه رسميه، واحنا على استعداد لتقديم اي معلومات او تقديم اي معونات للمدام او لمساعده. نسمعها بقى. انا بس في حاجه اخيره عايز اقولها لحضرتك، احنا لم نعترض تسليم المتهم. تسليم المتهم ده انا نفسي اللي دخلته الاوضه وقفلت عليه. منعتوني ليه من الدخول؟ منعتوني ليه يا استاذ محمد؟ لو كان تم الاعتداء عليهم زي ما المدام بتقول كان تم ذكر حضرتك هتلاقي عندك محضر انتقال بيقول انتقلت انا السيد الضابط فلان الفلاني لتنفيذ التكليف الصادر من مامور الاسم باصطحاب المتهم في الجنحه رقم كذا. لو كان تم الاعتداء عليه يا استاذ وائل كان كتب في المذكره دي وانه تم الاعتداء علينا داخل اروق النادي، انما هو ما تمش الاعتداء عليه. المقوله بان احنا رفضنا نسلم فندم، انا العامل. خلينا نسمعها يا استاذ محمد. تحريات المباحث اثبتت ان الواقعه حصلت وان الكلام اللي انا بقوله مظبوط. ده تحريات المباحث للنيابه اقروا بالكلام اللي انا قلته فعليا، والكلام دوت موجود في المحضر المنشور في مصر. التحريات لم تثبت صحه الواقعه. التحريات حضرتك انا بطالب اللواء هشام العراقي مدير امن القاهره، بطالب اللواء هشام العراقي مدير مباحث امن القاهره انه بنفسه يبقى معايا في الموضوع ده، لان انا واثقه من نزاهته. اصدقاء بنت حضرتك ويشوفوا مدى علاقتهم بالولد الصغير، يعرفوه ولا ما يعرفوش. اصدقائهم مؤدبين لانهم شباب مهذبين، ما حصلش منهم اي بنات كلهم. يعني احنا يا فندم كمان بنضم صوتنا للمدام وبنطالب السيد مدير الاداره العامه لمباحث القاهره بتكييف فرقه بحث للبحث عن الثلاث اطفال اللي هي قالت ان تم التحرش فيهم واغتصابهم، واحنا عندنا استعداد لتقديم اي. ما هي عايزه تدخل، انتوا بتمنعوها من الدخول. لا ما حصلش يا فندم. لا حصل يا فندم، انتوا منبهين. خليها تذهب غدا كده للنادي ونشوف هتمنعوها من الدخول ولا لا. لا يا فندم تتفضل بس حضرتك يبقى ليها غرض في الدخول، مش تيجي تقعد في النادي. يعني يبقى ليها غرض في الدخول. علشان في ثانيه ما نلاقيش الا اهالي قوم نجري، اللي هو يعني هو كده يعني تخشي وباي باي اطلعي.
يعني يعني ايه تدخل لعبة وتمشي؟ لعبة القط ولا الفار بقى؟ يعني مش لا يا فندم ما تقعدش ازاي يعني؟ يعني ايه تدخل وما تقعدش؟ امال هي داخله النادي تعمل ايه؟ لا يا فندم تيجي تخش معانا تقول لنا مين الاهالي واحنا نطلع لها من شؤون العضويه. لا ده مش هينفع اسامي الاولياء يا استاذ وائل، نطلع لها اسامي اولياء الامور اللي هي عارفاهم ونقدر نحددهم. لا 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 انا شايف كده انت مش مهموم بالضحيه، وانت اللي تقول لها تعالي لغايه ما نصل الى الحقيقه مع بعض وتعالي اسهلك، ورئيس النادي تقول لها تعالي مكتبك مكتبي مفتوح ليكي، لانه لغايه ما نشوف الحقيقه فين وهساعدك. ما احنا عايزينها تيجي تورينا الاعضاء اللي تم الاعتداء عليهم. انت بتتكلم بلغه التحدي، خليها تيجي يعني طيب. انا عايزهم استاذ محمد توصل للحقيقه. استاذ محمد بتوجه لك بالشكر. دكتوره سحر في تعليق اخير. طيب لو ثبت انا مفيش تعليق اخير غير حاجه واحده، انا ما استحاله ان انا اقبل حاجه تحصل زي دي، ومش معنى كده انا بنكرها يا فندم، انا معاها لغايه اخر التحقيقات لغايه لما نتيجه الطب الشرعي. هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، بس هي مش سامعاني، هي مش سامعاني، هي عندها فجعة. لا بس حضرتك ما دخلتيش كده يا دكتوره سحر في البدايه، انت دخلت الولد مريض والولد. ايوه طبعا طبعا على الولد جميع قنوات يا فندم قالت الكلام ده، يعني مش بص اقول لحضرتك الولد مش طبيعي بيتعالج نفسيا، هي بتقول لان هو عنده توحد. تعالج نفسيا من مين؟ لسه حالا هو عنده توحد قبل ما هي انت دكتوره. انت دكتوره انت ازاي تتهمي ابني اتهام زي دوت؟ انا بقى اللي هرجع على حضرتك بجميع التسجيلات اللي عندي اللي انت قلتي فيها واتهمتينا، اتهمتيني بالكذب واتهمتيني باللف والدوران، واتهمتيني بان انا بقول كلام واقول ضده، واتهمتيني باتهامات كثيره جدا، واتهمتي الطفل المسكين اللي ليس له حول ولا قوه. لا يا انا مش عارفه اقول لك ايه، وما عنديش كلام ارد عليكي، لكن الناس بتهيالي ليها ازاي الناس فاهمه يعني ايه وشايفه يعني ايه، فين الحقيقه وفين الصح وفين الغلط؟ الحق واضح والحق مش هينام ابدا يا استاذه سحر. طيب. مهما كانت قوتك دكتوره سحر في الاخر. شكرا يا استاذه، شكرا نسي حضرتك، مع السلامه. بتوجه لك بالشكر، وزي ما قلت انه خلونا في